ديربي الغرب بين وداد تلمسان والجار جمعية وهران سجل فيه أسرع هدف أمضاه المهاجم مسعودي بلال بعد انطلاق اللقاء ب 31 ثانية. الرد من عناصر جمعية وهران لم يكن فعالا، بل ركنت إلى الدفاع الذي تلقى عبء المقابلة، حيث ضيع لاعب تلمسان في المقابل فرصا حقيقية أمام يقظة حارس جمعية وهران علاوي. وقبل نهاية الشوط الأول بست دقائق اللاعب بوغاش وبرأسية يضيف الهدف الثاني. وفي الدقيقة 42 المهاجم مسعودي يفوت فرصة على رفاقه. وانتهاء الشوط الأول بتقدم وداد تلمسان في اللقاء الذي لعب بدون جمهور تنفيذا للعقوبة التي تعرض لها الفريق المحلي. وبعد انطلاق الشوط الثاني بربع ساعة اللاعب البديل لجمعية وهران فرحي يقلص الفارق بعد تراجع وداد تلمسان إلى الوراء. في الدقيقة 65 لاعب جمعية وهران مولاي يخرج بالبطاقة الحمراء. وفي الوقت بدل الضائع اللاعب البديل لوداد تلمسان زرقين يضيع ضرب الجزاء أمام براعة الحارس المتألق علاوي. ما يخفاش عليك كانت مباراة صعيبة ويلعبنا كونت فريق راه يلعب كاع كما يقولوا الحدود تاعه في البقاء، كنا عارفين بلي المباراة تكون صعيبة، الحمد لله أمنا بلي كاليتي تاعنا.